شو هاد يا مو؟ شو هالغيم هذا كله؟ هلا شوي تانية بتمطير. ما قلتي لي طلعتي هذا المخلوقة من زوزة؟ منو هاي؟ لك هاي اللي كان بتطلع ناطف قلبها مشان تطلع من زوزة. لعين يا مو، اتركي من ايدك واسمعيني، في عندي خبرية منيح حلوة. شو هي؟ مريم بنت خالتي وقعت على راسها وانربط لسانها. ايه بعدها تصير معي، شو اعمل يعني؟ ايه؟ مثل ما بدك، بس فكري فيها شوي يا مو. فكري فيها شوي لأنه هي شو هي؟ بنت اختك. شو اعمل لها بعدي؟ شو اعمل لها؟ لا تعملي شيء، خلاص أنا قلت لك. ما سلم الزعيم رسلان الحارة من بعده. والله المعلم رسلان قبضاي وشهم وذكرت، بعدين ابنه هو لازم يستلم. طلع من راسي عرفين ان شاء الله. ها لك والله طالع من راسك، بس ابشكري فكر فيها شوي، فكر فيها شوي، رسلان هو اللي لازم يستلم. عمي يصطفلوا هن بيعرفوا شغلهم. هلا يا ابشكري بكره اذا رجع اسماعيل ودري انه الزعيم برات الحارة لا تستبعد يعمل له شكاينة فيها. طلع من خلقتي عرفها، ما لي فاضي لك حاجة قصص حكاية بلا طعمة. حكينا السكينة فتحنا التمن، هذا بيقول لك بلا طعمة وهذا بيقول لك سكينة. جاسم هلا عفية شلونا؟ تمام. اسألك سؤال. تفضل. هلا أنت برأيك مو كان لازم الزعيم يسلم ابنه رسلان بدل ما يسلم المعلم إبراهيم؟ آمنتوا بالله على أن هؤلاء تبي تكتب لي شو صرنا قصصها؟ ومخلتي ومخلتي. أول بالك جاسم شو حكينا؟ عم نقول انه رسلان حقه يستلم. لك وصلت قله الحياه تبعك انك تجيب معدل الزعيم؟ طول بالك لا تعلي صوتك، انا عم جيب معدل الزعيم، عم بقول انه رسلان هو حقه يستلم، حقه ولا مو حقه بشرفك ابو قاسم؟ لك قيمة مسيرة هلا بسمع ابراهيم الحكايه بيجي بيطعني بدل قيامه واقعده، روم خلتيها بعدين شو فكرني؟ انا ساكن بقلبه ولا انا مخاوي لا سمح الله؟ طيب سؤال ثاني. اسالني. زبتك وضميرك، انت مانك مخاوي؟ قول لك ايه على السنينه تبعك؟ عمى ودعته قدام الحارة كلياتها ولا كان يعبرني؟ منو هاد؟ منو هاد؟ زوج اختك الزعيم. وانت ليش لا تروح تودعه يا بعدي؟ كل الحارة عم تودعه، وقفت علي انا. لك انا كم مرة قلت لك لا تعطى معه يا اجلب؟ كم مرة؟ لكان حق علي انا. قلت عيب شنو زوج خالتي. يوه خزيت العين حولك وحولي، شو انك صاحب واجب بعدي؟ بتعرفي يا مو؟ في شغلة إيش كان تعمليها بتخلي الزعيم يرضى عني. وشو هي يا بعدي؟ تبطلي الشغلة اللي عم تشتغليها. لك تضرب منك إلو. إيه تضرب منك إلو. الله يسامحك يا مو. الله لا يسامحكم يا رب. أنت الله يسامحك. عرفي؟ إيه؟ بدي أسألك شغلة. صح إبراهيم قال لك لاقي بنت الحلال بجوزك ياها؟ إيه والله يا مو هيك قال لي. مشان هيك بدي اياك تفكري لي فيها منيح وتلاقي لي بنت حلال تقبل تتزوجني. يو شو تقبل ما تقبل؟ تقبرني انت زينة شباب الحارة كلها، ولك عندي عروس جازم جاهزة على الطلب. صلاة محمد يا مو. ايه تقبرني. ايه ايه والله يا ريت يا امي يا ريت، جي عبالي هيك يصير عندي عيلة، يصير عندي ولد صغير لاعبه مثل باقي هالناس. ان شاء الله يا امي ان شاء الله، قول ان شاء الله تقبرني. يا مو ليش ما قلتي لي انه خالتي كانت عنا اليوم؟ كنت بدي اخذ منها كم قرش. وانت شو عرفك انه خالتك كانت عندي؟ من البخور عرفت. من البخور؟ مفكرني جدبه والله ابني، بده يضحك علي، قل لي انك شفتها وهي طالعه من هون من البيت ولي عليك مأواه. كلي تقبريني كلي، هذا عرفه لك ما في اقوى منه خي، ولي عليك شو فجعانه انت الثانيه. هلا هدول بيسلوكي يا مو عن جد؟ لك انا احسن منك. هدول احسن مني؟ ايه. ايه الله بيخلق الشبه 40. ايه الله وكيلك هيك عمل. لكان بتتصدق القرفه؟ بتتصدق انه القتيل؟ والله العظيم هو. والله انا مصدقك يا معلم، والله مصدقك. انت شو عم تسوي هون ولا عرفي؟ انا جاي اشوف المعلم ابراهيم شو بده. بالله قوم من قلب نون، قوم قوم يقطع عمرك القلع. مقلوع مقلوع. ها وانت رجع لمحلك يا مجرم يا قتال الحريم.
هلا يا ابو حرام. لك انت شلون فوتوك لجوا؟ ليش فوتوني؟ قلعوني من هون، اول فت قلعوني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. لك شو اللي صار له؟ شو اللي خلاه يعمل هيك؟ والله مالي عرفان يا جماعة، والله مالي عرفان شو صاير. حسبي الله ونعم الوكيل. كلياتنا حايسين ولايسين يا ابو البشر، خلينا نستنى المعلم رسلان لنشوف شو بدنا نعمل. ابراهيم مستحيل يعمل هيك عمل يا جماعة، صلوا على رسول الله. اللهم صل على النبي. ليش عم يعملها سيدي؟ ليكو عملها؟ فكر فيها، فكر فيها شيخ، ما في شيء بالدنيا مستحيل، كل شيء وارد. لا حول ولا قوة الا بالله منك. لك بتضلك واطي؟ لسه من يومين تكفل بجوازتك، عم تحكي على الزلمة؟ إيه؟ سمعنا ابو البشر؟ طرش طرش ان شاء الله. صلوا على رسول الله يا جماعة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شرفوا سيدنا، شرفوا شرفوا سيدنا. قوم على حيلة، قوم قوم. معلم إبراهيم، شو هاد؟ شو القصة؟ اتركنا وربي، اتركنا لحالنا. أمرك يا باشا. شو الحكي اللي سمعته؟ معقول؟ أنت المعلم إبراهيم هيك بتعمل؟ معقول أنا أقتل يا باشا؟ بتصدق أنت؟ الله لا يوفقك يا رسلان، الله لا يوفقك. شو دخله رسلان؟ ما هو اللي ولك احكي؟ جال معلم رسلان. السلام عليكم. السلام عليكم. طمنونا شو صار معكم؟ ان شاء الله يا معلم رسلان، لازم نزور المعلم ابراهيم. ليك البنت نشفت عيونها من البكاء. لا حول ولا قوة الا بالله. ليش هو شو عامل؟ التهمة لابسته لبس. استغفر الله. هات هات اعطيني هالبنت لعندك. ليش بدك اياها؟ لك بدي فوتها لعنده لجوا. خليني فوت معك. لا لا اعطيني اياها، انا بعرف بتعامل مع تبع الكراكون، يعني بعرف مفاتيحه. ها باشا جوا. باشا جوا؟ بسم الله. طيب ماشي، لكان انتوا روحوا على الحارة وكل واحد يروح على شغله، روحوا بخبركم شو بصير معي، روحوا. يلا 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 شباب روحوا. بعد لي هيك، بعد لي هيك. السلام عليكم. شرفوا شرفوا. الله يسلمك. لا خلص، شوف بس بصير معه. لا خلص. طلع كلامك مظبوط يا معلم إبراهيم. يا مو يا مو يا مو